السيد نائب الرئيس، نشكر المفوضة السامية لحقوق الإنسان على تقريرها حول تنفيذ القرار الخاص باليمن تحت البند العاشر، ونؤكد على أهمية دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية دعمها للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، والتي تقوم تباعا بإصدار تقاريرها حول المزاعم التي تثار فيما يخص الانتهاكات، وأن أي توجه معني بمعالجة الشأن اليمني لا بد وأن يقترن بموافقة الدولة المعنية وهي اليمن. إن تحالف دعم الشرعية في اليمن ملتزم بشكل كامل بأن تكون عملياته العسكرية متوافقة مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وملتزم كذلك بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات. كما أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، وأيضا التحقيق في كافة الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية. السيد نائب الرئيس، إن بلادي ملتزمة باستمرارية تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للأشقاء في اليمن، حيث ساهمت خلال هذا العام بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، كما ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع مسام في نزع ما يزيد عن 91 ألف لغم وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندهم الحوثي. السيد نائب الرئيس، تؤكد بلادي دعمها لجهود المبعوث الأممي السيد جريفيث للوصول للحل السياسي للأزمة اليمنية القائم على أساس المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر حوار وطني وقرار مجلس الأمن 2216. كما تؤكد بلادي على أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل دعم الحكومة الشرعية اليمنية وحمل الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي. كما نؤكد على وجوب تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكل دقة وفي الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات بانتهاك هذا الاتفاق، وحملها على الالتزام بالقوانين الدولية وحماية والالتزام بأمن المنطقة بشكل جماعي. وشكرا سيدي الرئيس. المملكة العربية السعودية مع مجموعة من الدول تقدم قرار تحت البند العاشر يؤكد على أهمية تقديم المساعدة لليمن في إطار حقوق الإنسان، وتحديدا للجنة المستقلة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. وهذا اليوم تم تقديم تقرير من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهذا الشأن، وسنستمر في دعمنا لليمن سواء من خلال العمل الإنساني أو حتى من خلال العمل الحقوقي المتمثل في تقديم المساعدة الفنية لليمن في هذا الظرف المهم الذي نقف فيه بجانب الإخوة اليمنيين. الحكومة اليمنية من مجلس حقوق الإنسان الاستمرار بدعم الآليات الوطنية التي أثبتت جدواها، وعدم الاتيان بآليات من خارج الحدود قد لا يكون لها وجود أو حضور على الأرض. اللجنة لديها فرق تعمل على الأرض وتتمتع باستقلالية كاملة من الحكومة، وقامت بدور إيجابي يحتاج إلى مزيد من الدعم والمساندة.